مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة طرق تربية النحل أبيكوتير ليوم 31 ماي 2023. الآن نتكلم على هذا الفيديو فيما يخص تجيش أو معناه تقوية الخلايا اللي تكون هي ضعيفة أو الخلايا المقسمة، معناه لما يكون عندك منحل بعيد على كل حال ولكن فيه فقط الخلايا المقسمة أو الخلايا الضعيفة، يعني هذه الخلايا لا تكون مع الخلايا اللي تكون موجهة لإنتاج العسل. هنا الآن نتكلم على تغذية، معناها لما تكون موجهة لإنتاج العسل هنا لا يخصها هذا الفيديو، أما الفيديو يخص الخلايا اللي تكون معناها ضعيفة أو قمت بإضافة حضانة لها أو كذلك قمت ب تقسيمها قسمة جديدة أو قديمة على كل حال وهي في حالة تطور. هنا في هذه الحالة نتكلم على هذا التغذية اللي هي على كل حال تغذية خارجية ليست بتغذية داخلية، ولكن هي محفزة ومنشطة للنحل. لما تكون التغذية هذه خارجية النحل خاصة اللي تكون فيه منطقة ناقصة في المرعى مع في الرحيق وفي غبار طلع، هنا في هذه الحالة نقوم بهذا التغذية اللي هي نحضرها على كل حال فقط من سكر، هو سكر يكون على شكل محلول، ونضيف لها قليل من الكركم وقليل من القرفة. إذن هذه فيما يخص هذه الخلية، هذه الخلطة تقدمها خارجيا، معناه تبعد عن المنحل حوالي 50 متر وتقوم بتقديمها على شكل أطباق هكذا، لأن المنحل اللي هو عندك يكون على كل حال فيه الخلايا قلنا ضعيفة أو مقسمة جديدا تكون بعيدة عن المنحل الآخر اللي هو أنت راك فيه، معناتها تنتج العسل فيه أو موجه الخلايا للعسل، ويكون على كل حال بعيد عليه حوالي كيلومتر أو اثنين هنا، وخاصة اللي هما يقومون بالتقسيم والترحيل، معناه يقسم من المنحل ويرحل إلى منطقة أخرى حتى لا يعود له النحل في المنحل الأول. هنا يقوم بهذا التغذية، لا عليه، منهم من يقوم بالتغذية الداخلية على طريق الغذاية، ومنهم من يقوم بالتغذية على شكل هذا المحلول أو هذا التغذية، والنحل يقبل عليها بكثير. إذا كما راكم تلاحظوا الآن هنا هذا هو الطبق الأول، الآن الطبق الثاني، وهو الطبق الثالث، النحل يقبل عليها بكثرة ولا يبقي منها حتى شيء. هنا فقط لتحفيز الملكات على التبييض وتجيش الخلايا، لأنه لما تكون فيه نسبة أو كمية من القرفة وكمية من الكركم هنا النحل يشم الرائحة هذه ويقوم بأخذ هذا الغذاء حتى يعطيه للخلايا اللي حتى يعطيه للشغلات اللي تكون داخل تغذى عليه، وهي تفرز ماذا؟ تفرز الغذاء الملكي الجيد ل معناتها تغذية الملكة جيدا، وبالتالي الملكة هنا تستشعر بأنه موجود غذاء في الخارج، تبدأ على كل حال في تنشيطها ووضع البيض بكمية كبيرة. ولكن هذه التغذية تقوم يا حبذا في هذا الوقت تقوم بتقديمها يوما، معناتها كل يوم، معناتها لمدة 10 أيام أو 15 يوم، هذا فيما يخص للخلايا قلنا الضعيفة أو المقسمة جديدا، وهذا حتى تحفزها أولا على التبييض وتجيش الخلية، وثانيا على قوتها، معناتها على قوتها، معناتها تنشط هذه الخلايا باش تكون قوية على كل حال. وهنا هذه المقادير اللي قلنا عليها هي عبارة عن يكون قليل من الماء حوالي معناتها 300 مللتر ماء، وإضافة إلى ذلك حوالي رطل معناتها من السكر، السكر يكون على كل حال هذا الماء تقوم بتغليته او تدفئته وتقوم بوضع فيه السكر حتى يذوب جيدا هذا، ثم بعدها تقوم بوضع الكركم، الكركم تقوم بوضع نسبة كبيرة على كل حال اللي هي حوالي 200 غرام من الكركم، وكذلك حوالي 100 غرام من القرفة، وتقوم بخلطها جيدا جيدا هكذا حتى تصبح على شكل العسل اللي يكون ثقيل جدا، معناتها على شكل العسل ثقيل جدا. هذا في الحالة تقوم بوضعها في هذه الأطباق أو على أجور أو على لوحة خشبية هكذا، معناتها لوحة خشبية هكذا تقوم بوضعها عليها، وتقوم بهكذا مسح هذه اللوحة فقط، معناه لا تقوم بوضع كمية كبيرة حتى لا يلصق النحل فيها، معناها تكون لكمية هكذا قليلة جدا، تضعها هنا حوالي ملعقة أو ملعقتين كبيرتين، وتقوم بتسويتها على هذا الطابق، معناتها هكذا
على هذا الطبق، هنا كذلك على هذا الطبق، وهنا كذلك، وتبقيها مدة 5 دقائق أو 10 دقائق. النحل اللي يكون عندك في المنحل وفي هذه المنطقة اللي داير فيها النحل، يأتي النحل إليها للتغذية، ويكون على كل حال النحل ينشط جيدا. نعم هي تغذية خارجية، ممكن يأتي نحل آخر معه، ولكن الأكثرية تكون من النحل اللي يكون قريب لها. هذا فيما يخص هذا الفيديو. إذن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ساعدونا في النشر والإعجاب.